أريد أن أسألك عن نوع خاص من أنواع العزلة، عزلة السجن. نعم، بالنسبة لعزلة السجن من النعم التي ينعم الله بها على بعض عباده، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يفعل أعدائي بي، أنا قتلي شهادة وسجني خلوة ونفي سياحة. فلذلك إذا كان الإنسان من أهل الإيمان والتقوى أو من أهل العلم ووجد فرصة في ذلك لا يسألها الله، لكن إذا وجدها كثيرا ما تنفعه ويخرج وقد ترقى درجات كبيرة في درجات الإيمان ووجد وقتا للمراجعة. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس يمتن الله عليهم بهذا. بعض الدعاة المسجونين الآن في الإمارات يمكن أن يجدوا وقتا كافيا لمراجعة حفظ القرآن ومراجعة حفظ معلوماتهم الواسعة، وأيضا لكثير من الطاعات والعبادات التي لم يكونوا ليجدوا لها وقتا ما داموا يعملون في أعمالهم المفيدة. وقد كان كثير منهم يرحل في خدمة المسلمين من الجمهوريات الإسلامية إلى أدغال إفريقيا وفي كل مكان، فيجدون الآن وقتا لهذه الطاعات المخصوصة والعبادات الخاصة. نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. نسأل أكثر في هذه النقطة لكن انتهى الوقت يا أخنا، في المعذرة.